عملية إقصاء واضحة ومعدلنا لقينا من النار وبرك جايين ندور الدولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. المهم هذه الحمالة اللي مقصية 2017 المحرومة من التسوية، تسوية ملف حمالة 2023 اللي موقع باتفاقي الوزارتين، وزارة التجهيز والنقل ووزارة الوظيفة العمومية، والحرموا من ذلك هو بسبب أو لآخر ولا نعرف ذيك الأسباب شنو. المهم إنهم هو مقصيين من ذاك التاريخ ذاك هو ولا داروا التسوية، وذاك حالا مطروح لحمالة الميناء 1,700,000 اللي منها باقية قبو يقبو، واللي ما هو باقي ذاك حالا في مجموعة ما هي باقية، وهذه الحمالة ما هي ذيك الفئة، هذه الحمالة اللي منها مشى ومشى ب 360,000 فوقية في ذاك الزمن ذاك هو، وندار مع الموتى وندار مع الناس اللي قاع أصلا ما هي بالخدمة، وعدرت بهم رواية أمر دبر بلي، وإذا ما واقفة هون رافضة الدور تخش ذيك التسوية ذيك هي، وهذا هو اللي عندنا ذاك حالا وهو اللي طالبين به. استقبال من الجهات المعنية وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية وراه لا ياسر المكلف وزير الأول لتسمية مشاكل العمال، واحنا من ذاك السياق ذاك وهو مجرد رئيس الجمهورية يديني بيكلف وزير الأول بتسوية العمال، أنا نحن ذاك السياق ذاك وراه حد انه ضد الظلم وضد التهميش، معناها ان احنا طالبين اليوم طالبين الجهات المعنيه، واليوم احنا امام وزاره الاولى عندنا وقفه سلميه، وطالبين الجهات المعنيه وطالبين رئيس الجمهوريه انه يلتفت علينا لفته كريمه انه يسوي مشاكل هاي العمال لهجه، وهاي العمال واقفه امام وزاره الاولى وقفه سلميه ما يكاب وما يلرقاش، غير مطالبه فخامه رئيس الجمهوريه انه مكلف وزير الاول بتسوية مشاكل العمال، واحنا من العمال مقصيين من ذيك 2017 2014. والسلام عليكم.